ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا دوري اني اصور واكل. طبعا وصفه النهارده زي ما انتم شايفين كسكسي بالخضار واللحم، ده على الطريقه المغربيه، ومامتي ان شاء الله هي اللي هتعمله. ويا رب يعجبكم الفيديو، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدا. 2 كيلو لحم ضاني، كيلو كسكسي، طماطميتين مبشورين، وبصلتين متقطعين، وقرع عسل متقطع، وكزبرة وبقدونس، وميكس من القرع العسل كوسة وجزر. يستحسن نجيب قرع العسل اللي فيه قشر عشان يستحمل درجة الحرارة، بس للأسف أنا ما لقيتش غير اللي هو من غير قشر. اللحمة الضاني هنقطع منها كل الدهون، نحاول نشيلها على قد ما نقدر. اللحمة كده جاهزة، يلا بينا على الكسكسي. هنزود شوية زيت، وهنخلط بالإيد، بعد كده ننقله في حلة الكسكسي. هي بالمغربي اسمها كسكاس، مش عارفة بالمصري اسمها ايه الصراحة، بس هي بتبقى فيها اخرام كده كتير عشان البخار. هنفردها كده بالايد، بعد كده هيكون في حلة فيها مية سخنة، وهنضيف عليها الحلة اللي فيها اخرام بتاعة الكسكسي عشان يستوي على البخار. نروح بقى للحمة بتاعتنا، هنحطها في حلة الضغط. هننزل بالبصلتين المتقطعين، انا عن نفسي بحب زيت الزيتون فماما عملت لي زيت الزيتون. هنضيف فلفل اسود، الكسكسي بيحب الفلفل الاسود فهنحط شوية حلوين. بعد كده هنضيف جنزبيل هنبشره كده فريش، او يا اما جنزبيل باودر. هننزل بمعلقة كبيرة من الملح ونص معلقة كبيرة من الكركم. هنبدأ نقلب، بعد كده هنضيف طماطميتين المبشورين، ونرجع نقلب تاني. كل ده في حلة الضغط وعلى النار. بعد كده هنضيف قرع العسل اللي متقطع شرايح صغيرة ده، وده هو التركة في الوصفة كلها، بيخلي الصوص يبقى تقيل. بعد كده هنزود حزمة كزبرة وبقدونس، انا الصراحة بحبها في الكسكسي عشان كده ماما مزودة، وهنسيبها على النار. بصوا، بعد كده هنزود مية، حوالي لتر مية سخنة مغلية، لحد ما نغطي السطح بتاع اللحم والحاجات دي كلها. بعد المايه تكون غليت كلها هنزود معلقتين من الصلصه. كل ده كنا معلين على النار. بعد كده هنقفل حله الضغط كويس ونسيبها لمده نص ساعه بس على نار هاديه. هنشيل الكسكسي من على البخار، خلي بالكو الخطوة دي هنكررها تاني وتالت. هنضيف مية ونقلب، هو الكسكسي هيشرب المية كلها.
هتلاحظوا انه تضاعف في الحجم بتاعه، شايفين؟ هنرجعه تاني للبخار وهنشيله مع البخار، ودي المرة التانية. هضيف شوية مياه كمان تدريجي، حوالي كوباية، وهنزل بمعلقتين صغيرين من الملح. شايفين البخار سخن جدا جدا جدا، خلوا بالكم وانتوا بتعملوه. هرجع انقله على البخار، ودي كده المرة الثالثة، ودي آخر مرة. اللحمة بتاعتنا زمانها استوت وعدى نص ساعة، هنبدأ نشيلها من الصوص ده. خلوا بالكم لازم نتأكد ان اللحم استوى حتى لو عاملينه في حالة الضغط. هنسيبها دلوقتي على جنب. المرق اللي استوى فيه اللحم هننزل بالخضار بتاعنا فيه، وخلوا بالكو الجزر صغير، لو هتستخدموا جزر كبير تنزلوا بالجزر الأول عشان بياخد وقت أطول في السوى. فدلوقتي عندنا جزر، كوسة، وكمان قرع عسل، وكمان هنزود بصل هنقطعه على 4 قطع. ادي البصلة مقطعينها 4 قطع. هستخدم شوية من الفلفل الحراق، وده طبعا اختياري على حسب الرغبة، وهضيف عليه الصوص بتاعنا عشان يستوي فيه، ومش هحطه مع الخضار عشان ما يمررش الدنيا. هغطي عليه واسيبه لحد ما يغلي. طبعا لازم ندوق، مامتي هتدوق تشوف ايه ناقص. هتزود شوية من الفلفل الاسود، وزي ما قلتلكوا الكسكسي بيحب الفلفل الاسود. هنضيف معلقتين صغيرين من الملح، وهنزود مياه مغلية لحد ما نغطي كل الخضار ده بالمياه. هنرجع بالكسكسي من البخار، ودي المرة الثالثة، ودي آخر مرة. هنزود شوية زيت، دلوقتي بقى هننقله لطبق التقديم. Thank you.
هنحاول نعمله بالطريقة دي، اللي في النص يبقى زي حفرة كده صغيرة، دي اللي هيتحط فيها اللحم، والجناب هيترص فيها الخضار. عشان يبقى بالشكل ده وهنضيف اللحمة. طبعا هو يستحسن يتاكل في حاجة اسمها الجصعة، ودي عند مامتي للأسف مش عندي، فعشان كده عملتها في بايركس عادي. بس بجد يا جماعة تحفة، لازم تجربوه. هو متعب شوية شويتين تلاتة، بس يستحق الصراحة، الطعم روعة. هنكمل تسقيته بالصوص بتاعته. واخيرا خلصنا، يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش طبعا تعملولي لايك وسبسكرايب.